السيسي بيقولها للكل، الجيش المصري جاهز. مفاجأة في تصريح عاجل ننشر التفاصيل، والسيسي يجري تفتيش مفاجئ للجيش الثالث في مصر، وعاجل منذ قليل الإعلان عن قائمة المرشحين الرسمية لرئاسة مصر، ومفاجأة مصر تعلن عن مفاوضات جديدة مع إثيوبيا حول سد النهضة، وارتفاع ضخم في أسعار الذهب، عيار 21 بيسجل هذا السعر لأول مرة، ووزارة مصرية تصدر بيانا عاجلا أيضا بخصوص سد النهضة. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني، عاوزين نوصل في هذا الفيديو ليه 2000 و3000 أعجبني. وقبل ما نبدأ في الأخبار، عاوزين نملى التعليقات بكلمة تحيا مصر، وانتوا قدها وتعملوها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا، والسيسي بيقولها لكل المصريين، الجيش جاهز ومفاجأة. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر لديها القوة الكافية، ولكن لا تستخدمها إلا بتعقل ورشد وبحكمة. أشار الرئيس السيسي إلى أن مصر لديها القوة للدفاع عن نفسها والتعامل بحكمة ورشد وصبر، مطالبا بعدم سيطرة الغضب والحماس على الإفراط في استخدام القوة واتخاذ قرارات غير مناسبة. وتابع وقال الرئيس السيسي: انتبه إن أوهام القوة تدفعك لاتخاذ إجراء يخليك تقول إن تم اتخاذه لأني كنت مدفوع بغضبي وحماستي. تابع الرئيس السيسي إن الجيش بقوته قدرته متعلقة والرشيدة والحكيمة لا تطغى ولا تسعى غير أوهام، وإن هدفه حماية مصر وأمنها القومي دون تجاوز. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن الأمن القومي والحفاظ عليه هو دور أصيل ورئيسي للجيش، بهدف حماية الحدود دفاعا عن الأمن القومي ومصالح مصر. وقال: مصر لم تكن أبدا تتجاوز حدودها وأهدافها، وتحافظ دوما على أرضها وترابها دون أن تمس. المصدر معنا كان من القاهرة 24 الإخبارية. عاوز أقول لحضراتكم إن قبل الأزمة الحالية وقبل المشاكل اللي حصلة في الجوار، رئيس السيسي طلع بتصريح قوي جدا محدش خد باله منه، وأنا طلعت وقلته على الصفحة من قبل. قال: أنا كنت رئيس المخابرات الحربية. الرئيس السيسي قال الكلمة دي ومحدش أخد باله من هذه الكلمة. لو تتذكروا، رئيس السيسي طلع بهذا التصريح قبل يعني الأزمة الحالية والمشاكل التي تحدث بالجوار، جوار مصر. أترك لحضراتكم بالتعليق على هذا الخبر، وعاوز أقول لكم يعني إن بيحكمنا رئيس رشيد وفاهم للخطوات والمشاكل اللي بتحصل حوالينا، وانه يعني الرجل المناسب في الوقت المناسب، وفي هذه الحالات يجب استخدام الحكمة والصبر. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وننتقل لنفس الموضوع لكن في خبر اخر. السيسي بيجري تفتيش حرب مفاجئ للجيش الثالث في مصر. أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد إجراءات تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميداني بالسويس. عاوزين نعرف يعني إيه تفتيش حرب، لأن في ناس كتير ما تعرفش معنى كلمة تفتيش الحرب. تفتيش الحرب ده مخصص للإطمئنان على مدى جاهزية واستعداد مجموعة عسكرية معينة لتنفيذ أي مهمة تكلف بها إذا حدث أي طارئ. تفتيش الحرب ده بيبقى قبل على طول خط كده الدخول في أي معركة، بمعنى إن تفتيش الحرب ده يعني أن الجيش المصري جاهز، بيقول لك أنا جاهز يا فندم، اديني أوامرك أنفذها. كما أن تفتيش الحرب مصطلح عسكري يعتبر أعلى الآليات التي يتبعها الجيش للتأكد
من جاهزية الجيش من أفراد ومعدات والتأكد من الاستعداد والخطط لتنفيذ أي مهمة تتطلب ذلك. فبعد انتهاء التفتيش تكون الفرقة على أتم الاستعداد للدخول في أي معركة مهما كانت قوتها. وطبعا عاوز يعني أذكر حضراتكم أن ترتيب الجيش المصري من أقوى 15 جيش في العالم. يعني إيه في العالم؟ عندنا ما يقرب من 122 أو 123 دولة، الجيش المصري رقم 15 عالميا ويعتبر أقوى جيش في المنطقة. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. وقبل ما ننتقل في أي حاجة أحب أطمنكم كويس قوي وأقول لكم إن إحنا عندنا يعني ظهر يحمينا. أترك ليكم التعليق. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. منذ قليل الإعلان عن قائمة المرشحين الرسمية لرئاسة مصر، وأعلن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر قبول طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية المقدمة من 4 مرشحين. اللجنة قالت انه تم قبول طلبات الترشح من عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وهو الرئيس الحالي، ومحمد فريد سعد زهران، وعبد السند حسن محمد يمامة، وحازم محمد سليمان محمد عمر. وكانت لجنة فحص طلبات الترشح قد خلصت في تقريرها الى استيفاء طلبات الترشح 4 للشروط والإجراءات والقواعد اللي حددها الدستور والقانون بالنسبة للمستندات ونماذج تأييد المواطنين وتزكيات أعضاء مجلس النواب. وعرضت تقريرا شاملا على مجلس إدارة الهيئة الذي انتهى بعد المداولة إلى قراره المتقدم بقبول هذه الطلبات. يذكر أن أحمد الطنطاوي غادر سباق الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر بحسب ما ذكرته حملة أحمد الطنطاوي عضو مجلس النواب السابق، أشار إلى أن اتخاذها هذا القرار جاء بعد فشلها في جمع التوكيلات اللازمة للترشح. كما قررت رئيسة حزب الدستور في مصر جميلة إسماعيل الانسحاب من سباق الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة نزولا عند رغبة أعضاء الجمعية العمومية للحزب الذين قرروا عدم المشاركة في الانتخابات. مصدر معانا كان من صحيفة مصراوي، وعاوز اقول لحضراتكم انه رسميا هؤلاء الاسماء هم المرشحين الرسميين لرئاسة مصر. بمعنى الانتخابات الرئاسية القادمة هيبقى فيها ان شاء الله الرئيس عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي، ومحمد فريد سعد زهران، وعبد السند حسن محمد يمامة، وحازم محمد سليمان محمد عمر. اكتبوا لنا في التعليقات تحت اسفل الفيديو، منتظر تعليقات حضراتكم هترشحوا مين ان شاء الله في الانتخابات القادمة. اترك لكم التعليق. ننتقل مع بعض الخبر اخر ومفاجأة. مصر تعلن عن مفاوضات جديدة مع اثيوبيا حول سد النهضة. واعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية انطلاق جولة تفاوضية جديدة على المستوى الوزاري بشأن سد النهضة بمشاركة الوفود المعنية من مصر والسودان وإثيوبيا في القاهرة. يأتي ذلك في إطار متابعة العملية التفاوضية بعد الجولتين اللتين تم عقدهم في القاهرة ثم أديس أبابا خلال الشهرين الماضيين، وذلك بناء على توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو من العام الحالي. وكانت وزارة الموارد المائية والري المصرية قد قالت إن الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم 23 و24 سبتمبر لم يسفر عن تحقيق تقدم يذكر. أفادت الوزارة بأن الجولة التفاوضية المنتهية شهدت تراجعاً إثيوبياً عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية. يشار إلى أن هذه الجولة التفاوضية تأتي استكمالاً للجولات التفاوضية التي بدأت في القاهرة يوم 27 و28 أغسطس الماضي بناء على توافق الدول على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة
في ظرف 4 أشهر في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي. مصدر معانا كان من القاهرة 24، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وارتفاع ضخم في أسعار الذهب عيار 21 بيسجل هذا السعر لأول مرة. وارتفع سعر الذهب اليوم بعد ارتفاع كبير كان في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، مما أدى إلى ارتفاع بحث المواطنين لمعرفة سعر الذهب لحظة بلحظة. وحقق سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا قيمة 2565 جنيه. ونقدم لحضراتكم تحديث سعر الذهب لليوم الأربعاء 25 أكتوبر وفقا لخبير المشغولات الذهبية أمير رزق. وننتقل مع حضراتكم لأسعار الذهب، وسجل عيار الذهب عيار 24 حوالي 2931 جنيه، بينما سجل سعر الذهب عيار 21 حوالي 2556 جنيه بعد آخر ارتفاع أمس، بينما سجل سعر الذهب عيار 18 2199 جنيه، وحقق سعر الجنيه الذهب 20520 جنيه، بينما استقر سعر الذهب عالميا اليوم عند 1972 دولارا. المصدر معانا كان من صحيفة المصري اليوم، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. وعاوز أقول لحضراتكم برضو إنه الأسعار في محلات الصاغة تختلف من محل لمحل، بمعنى إن سعر عيار 21 بيسجل 2556 جنيه، ده مش السعر اللي حضرتك بتشتري بيه طبعا، انت بتضيف سعر مصنعية على الجرام، وبالتالي يعني بيكون سعره النهائي ما بين 2600 جنيه ل 2650 جنيه، كل محل يعني بيزود 50 جنيه كمصنعية وضريبة ودمغة أو 60 جنيه أو 100 جنيه أو 150 جنيه. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، ووزارة مصرية بتصدر بيانا عاجلا بخصوص سد النهضة. وانتهت جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بالقاهرة، والتي عقدت على المستوى الوزاري لمدة يومين بمشاركة الوفود المعنية من مصر والسودان وإثيوبيا. قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري في بيان: تم التوافق على عقد الجولة القادمة في أديس أبابا بغرض استكمال العملية التفاوضية التي بدأت على مدار الشهرين الماضيين. وأضاف: اتفق الأطراف على التوصل بلا إبطاء للاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي، وذلك بناء على توافق الدول الثلاث في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو 2023.